بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة اليوم. حصة اليوم ليست كالعادة، فحصة اليوم سنتطرق إلى فرض منزلي طبعا للدورة الثانية أو للأسس الثاني. طبعا هناك مجموعة من التمارين، وصحيت أن نبدأ بالتمرين رقم واحد. تمرين رقم واحد في الفرض المنزلي، كما قد يسمح باستعمال آلة حاسبة، هنا كاين عمليات الحساب في المعدات إلى غير ذلك. سنرى أن لدينا ميديان كما تلاحظون. هذا الميديان يتعلق بقيمة مساهمة تلاميذ أحد الأقسام في اكتتاب لمساعدة زميل لهم، طبعا فقير هذا الصديق ديالهم. أول سؤال عندنا هو كون جدول الخصيصات. إذا من خلال هذا الميديان سنحاول أن نستخلص جدول الخصيصات. ثم السؤال الثاني، هل هذا الجدول الذي حصلنا عليه يمثل وضعية تناسبية؟ طبعا مع التعليل له. السؤال الثالث، أعطي توزيعا تصاعديا للخصيصات المتراكمة. ورابعا، ما هو عدد التلاميذ الذين ساهموا في هذا الاكتتاب؟ يعني في هذه العملية حال التلميذ ساهم معنا. خامسا، أقسم معدل المساهمة. إذا سنبدأ بالتصحيح التمرين. جدول دائما الصف الأول كنعملوا قيمة الميزة. قيمة الميزة دائما كتكون عندنا هنا، دائما كتكون عندنا في الميديان هنا. بالنسبة لنا هي قيمة المساهمة بالدرهم. هذه دائما هي الميزة هنا. هنا كندير الخصيصات أو الترددات أو النسبة المئوية على حساب التمرين. حنا بالنسبة لنا قيمة الميزة هي قيمة المساهمة بالدرهم. إذا كما لاحظوا هنايا، أول قيمة اللي عندنا هي 20، ثم 25، ثم 30، ثم 40، ثم 50. إذا قيمة المساهمة هي أما حصص. حصص من هو؟ هو عدد التلاميذ. إذا هذا نحو الأراتيب كيمثلنا دائما الحصيصات، قلت أو الترددات أو النسبة المئوية على حسب الميديان اللي عندنا. بالنسبة لنا عندنا عدد التلاميذ هو الحصص. إذا 20 كنطلعوا كنقراو 12. إذا 20 حصص ديالو هو 12. 25 كما كتلاحظوا جوج. 30 كما كتلاحظوا سبعة. 40 خمسة. ثم 50 أربعة. إذا لهذا الجدول. هنا ما معنى ان 12 تلاميذ اللي ساهموا ب 20 درهم، جوج تلاميذ اللي ساهموا ب 25 درهم، سبع تلاميذ اللي ساهموا ب 30 درهم، خمس تلاميذ اللي ساهموا ب 40 درهم، واربع تلاميذ اللي ساهموا ب 50 درهم. هنا كان السيستم مفتوح، يحط كل واحد شحال ما بقى، ما كانش مفروض واحد المبلغ محدد. شنو السؤال؟ اذا هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني، هل هذا الجدول يمثل وضعية تناسبية؟ إذا الجدول تناسبية دائما كما كنعرفوا كيكون يتكون من سطرين. هل هذه الأعداد هذه متناسبة مع الأعداد هذه؟ إذا نلاحظ 12 إذا قسمنا على 20 هل تساوي 2 قسم على 25؟ أو طريقة أخرى، واش 12 25 كتساوي لنا 2 في 20؟ الجواب طبعا لا. إذا السؤال الثاني، لدينا 12 على 20 لا تساوي 12 على 20 لا تساوي 2 على 25. إذن الجدول لا يمثل وضعية تناسبية. إذن كما كنعرفوا فينا غير واحدة جوج بحال هكا ما كيتكونش متساوي. هنا طبعا كنتكون قمنا عندنا الحساب 12 25 و20 بجوج ما غتبقاوش متساويين. إذا فالجدول لا يمثل وضعية تناسبية. نمشيو الآن للسؤال الثالث، أعطي توزيعا تصاعديا للخصيصات
عندوش دوار مره ثانيه. حاسه المتراكمه سهله دائما، حاسه الاول نحفظ به ونقوم بعمليات الجمع. 12 زائد 2 14، 14 زائد 7 21، 21 زائد 5 هي 26، 26 زائد 4 هي 30. إذن دائما أقول نسبة حصيلة المتراكم تصاعدي، أحسن ديرو هنايا تصاعدي. إذن هذه الأولى نحفظ بها هنا، هذه زائد هذه كنعمر هنا، هذه زائد هذه إلى غير ذلك حتى النهاية هكذا. السؤال الرابع، ما هو عدد التلاميذ الذين ساهموا في هذا الاكتساب؟ إذن هذا السؤال شنو هو بطريقة أخرى؟ ما هو الحصيص؟ تسمع ما هو الحصيص الإجمالي؟ ما هو الحصيص الإجمالي؟ هنا كاين جوج طرق، إما نقوم بحساب هذا زايد هذا زايد هذا زايد هذا زايد هذا، أو لا داعي حسبناه قبيلة شحال هو؟ هو 30. إذن عدد عدد التلاميذ الذين ساهموا هو 30 تلميذ، هو 30. قلت كاين طريقتين، إما نقوم بجمع هذا زايد هذا زايد هذا. فهنا لا داعي لماذا نعمل حصر متراكمة، آخر حالة فالحصر المتراكمة طبعا تعطينا عدد التلاميذ أو ما يسمى بالحصيص الإجمالي. خامسا وآخر السؤال، وحسب معدل المساهمة. إذن نحسب M معدل المساهمة. M تساوي دائما كنقسمو على الحصيص الإجمالي، كل حصيص إجمالي هو 30. طريقة بسيطة هنا بما أننا نستعمل الحصيصات، إذا نديرو قيمة الميزة في الحصيص الموافق لها، إذا ما يكون عندنا هو 20 12 زائد 25 في 2 زائد 30 في 7 زائد 40 في 5 زائد آخر وحدة 50 في 4. إذا نعاود 20 12 25 2 30 7 40 5 و 50 في 4. طبعا نقسم كل شيء على الحصيص الإجمالي الذي هو 30. أما بتمين عملية الحساب، إن كيساوي لنا دائما المقام هو 30، إذا 20 12 كعطينا 240، 25 2 هي 50، 30 7 هي 210، 40 5 هي 200، و 50 في 4 كذلك 200. طبعا استعمال الآلة الحاسبة لنا أو عملية يدوية سنجد 900 على 3، إذا نخسر 10 بصفر صفر كيبقى 90 على 3 هي 30. إذا معدل المساهمة هو 30. ما معنى معدل المساهمة؟ معدل المساهمة بحال يعني أننا جبنا داك الفلوس اللي عطاو لينا تلاميذ كاملين درنا في واحد الصندوق، وشفنا شحال من تلميذ عندنا، قلنا هو 30، وقسمنا بالتساوي داك المبلغ اللي عندنا. إذا شحال غنلقاو كل واحد؟ بحال كل واحد دفع لينا 30 درهم. إذا هذا معنى كلمة المعدل الحسابي. إذا أعزائي التلاميذ، نقلو صحيح في انتظار التمرين التالي. الآن مع التمرين التالي دائما في الفرض المنزلي، دور القائم، هذا المنشور القائم اللي عندنا قاعدة ديالو مربع، ليس بمكعب طبعا كما كتلاحظوا، لا
ليس بمكعب ولكن فقط قاعدة. هذا البرج القائم هو مربع. سؤال اللي عندنا واحسب V حجم الصندوق يا كمالي علما أن EH يساوي 4 AE يساوي لنا 8 سنتيمتر وارتفاع الهرم اللي هو SABCD يساوي 6. إذا سننتقل الآن إلى التصحيح. إذا كما تلاحظوا عندنا صندوق يتكون من مجسمين. المجسم الأول هو الهرم S A B C D الذي راسه S وقاعدته المربع A B C D. ومجسم ثاني هو موشوع قائم أو ما نسميه بمتوازي المستطيلات القائم A B C D E F G H. إذن حجم هذا الصندوق هو مجموع حجمي المجسمين الهرم والموشوع القائم. إذن في البداية سنحسب V واحد حجم الهرم S A B C D. حجم الهرم كما سبق الذكر هو 1/3 في مساحة القاعدة الهرم كما كتحضر يا A B C D. في ارتفاع الهرم اللي سميناه H. إذن حجم الهرم قاعدة العامة هي ثلث في مساحة القاعدة في الارتفاع. الآن نحسب مساحة القاعدة بواحد يساوي 1/3 في مساحة القاعدة. قاعدة هنا هي A B C D. A B C D هي نفس شكل E F G H لأنها قاعدتان قابلتان للتقارب. وهنا قلنا قاعدة A B C D E F G H هو مربع. إذا يعني A B C D مربع. مساحة المربع هو طول الدرع في نفسه أو طول الدرع وسنة. الدرع نحن هنا كم هو 4 لأن E H كتساوي A D كتساوي A B كتساوي D C كتساوي B C عندنا 4. إذا كعطينا هي 4 في 4 أو 4 و 6 في H H عطاولنا هي 6. إذن 1/3 4 و 6 هي 16 في 6. نختزل هنا 6 مع 3 نختزل هنا قلنا جوج جوج 16 هي 32. طبعا الوحدة هي سنتيمتر مكعب. إذن حجم الهرم هو 32 سنتيمتر مكعب. أنا أحسب في زوج حجم الموشور القائم A B C D E F G H. في زوج يساوي هنا بما انه موشوع قائم فالحجم ديالو كيساوي لنا مساحه القاعده في الارتفاع. او يمكن نطبق قاعده اللي كنا سابقا قلناها ان ندير الطول في العرض في الارتفاع. اذا من الاحسن نكتب مساحه القاعده اللي هي اف جي اش في الارتفاع اللي غنسميه اش جوج اش جوج ارتفاع الموشوع القائم. إذا في زوج يساوي إف جي إتش كما سبق الذكر هو مربع. إذا مساحة المربع كما كنعرفو هو الضلع نفسه أو الضلع وستة. إذا الضلع عندنا هو 4. إذا كعطينا هي 4 وستة في إتش جوج عطاوها لنا هي أو هي 8. A 16 في 8 16 8 كعطينا 100
28 سنتيمتر مكعب. ممكن نحسبوا حجم المرجو القائم بطريقه اخرى، 4 × 4 × 8 باستعمال طبعا قاعده حساب حجم مرجو قائم اللي هو متوازي المستطيل. اما في حجم الصندوق هو في هي في واحد زائد في جوج. في واحد شفنا هي 32 سنتيمتر مكعب، في جوج قلنا هي 128. اذا 32 زائد 128 تعطيها طبعا 160 سنتيمتر مكعب. إذن حجم الصندوق كما تلاحظوا هنا هو حجم الهرم زائد حجم المرجوع القائم A B C D E F G H، ودائما وحدة بما نستعملها سنتيمتر فأعطينا سنتيمتر مكعب. إذن إلى نحن نزيل الشكل والمجسم وسننتقل إلى التمرين الموالي إن شاء الله. الآن مع التمرين الثالث يتكون من سؤالين مستقلين فيما بينهما، ما عندهمش علاقة بين هذا وهذا. هنا عندنا التمرين الأول أو السؤال الأول، عندنا إكس واي كريم كمان عدد الجدريان حيث إكس زائد واي كريم الخارج سيكون معنا الكتابة عندها معنا. بحيث 5 اي زائد 8 اي زائد على اي زائد اي كتبنا 15. سؤال هو بين ان اي و اكس كميتان متناسبتان. سؤال الثاني جي داله معرفه بما يلي، صوره اكس هو التعبير هذا اللي مكتوب كما كتلاحظوا. سؤال هو بين ان جي داله خطيه وحد معامله، بين ان جي داله خطيه ومعامله. نرجعوا للسؤال الاول، قلنا سابقا باش نقولوا إي متناسبة مع إكس يجب أن نجد عددا نضربه في إكس للحصول على إي، أو عبارة أخرى سنلقاو إي يساوي عدد أ مثلا في إكس، ذاك العدد أ هو اللي كيتسمى لنا معامل التناسب. إذا لدينا 5 إكس زائد 8 إي على إكس زائد إي يساوي لنا 15. إذن هنا كنعمل هذا في هذا يساوي هذا في هذا. هنا طبعا عندنا واحد، واحد في هذه كتعطينا هي 5 إكس زائد 8 إي 15 في إكس زائد إي. أعيد هنا عندنا واحد، إذن هذا في واحد يساوي هذا في هذا. هنا شفنا ضرس تساوي عددين جذريين، أو ضرس تناسب نفس الشيء، أ على بي يساوي سي على دي، أ في دي كيساوي لنا بي في سي. ننشر الجدار 5 زائد 8 هي طبعا كتبقى هي هي 15 في إكس هي 15 إكس زائد 15 في إكغيك هي 15 إكغيك. أعيد 15 في x زائد 15 في y. إذا 8 y ناقص 15 y هذه كنجيبها هنا كنغير الإشارة، نحرك 15 x هنايا، 5 x هذه هنا كتولي لنا ناقص 5 x. إذا 8 y ناقص 15 y هي ناقص 7 y، 15 ناقص 5 هي 10 x. إذن إي كيساوي لنا 10 على ناقص 7، يمكن نكتبوها ناقص 10 على 7 إكس. إذا كما كنلاحظوا هنايا لقينا واحد العدد اللي هو ناقص 10 على 7 درنا فيها إكس، إذن هنا نستنتج إذن الكميتان، إذن إي و إكس كميتان متناسبتان. إذن
قلنا لقينا إيكغيك يساوينا عدد في إكس، طبعا عدد غير منعدد كما كتلاحظو، في إكس إذا إنت إيكغيك وإكس متناسبتان، ونعمل التناسب هنا هو ناقص 10 على 7. شوف السؤال الثاني، لدينا جي دي إكس كيساوينا إكس زائد 1 على 3، إكس زائد 1 على 4، ناقص إكس زائد 1 7، سأسمع إكس زائد 7 على 12. إذا نعيد، جي دي إكس كيساوي لنا إكس زائد 1 على 3، إكس زائد 1 على 4، ناقص إكس زائد 7 على 12. إذا يجب علينا الآن أن نبسط هذا التعبير جي دي إكس. إذا كما لاحظنا هنا نتكلم عن مجموع وفرق أعداد جذرية. إذا لحساب دائما مجموع أو فرق أعداد جذرية يجب علينا أن نقوم بتوحيد المقامات إذا لم تكن المقامات موحدة. المقامات لدي هنا 3 4 12، إذا أصغر مضاعف مشترك بين الأعداد 3 و 4 و 12 يكون هو 12. 3 ضربنا في 4، إذا ماذا ضربت في 4؟ 4 ضربنا في 3، إذا ضربت ماذا ضربت في 3؟ مقام ضربنا في 1، ماذا ضربت في 1؟ يساوي زائد 7. عندي هكذا 12، نقوم بالنشر، 4 في إكس 4 إكس، 4 في 1 4، 3 في إكس 3 إكس، 3 في 1 3، ناقص 1 في إكس هي ناقص إكس، ناقص 1 في 7 هي ناقص 7 على 12. إذا جي دي إكس إذا المقام هو 12، نلاحظ هنايا 4 زائد 3 يساوي 7، ناقص 7 تعطينا 0، إذا هذه وهذه وهذه نمشيو، كيف كان 4 إكس زائد 3 إكس هي 7 إكس، ناقص إكس هي 6 إكس، إذا تعطينا 6 إكس، إذا ما يمكن نختار 7 12، كيف كان 1 على 2 إكس، إذا هنا إذا ج دالة خطية معاملها واحد على اثنان، إذا ج دالة خطية معاملها واحد على اثنان. إذا كما تلاحظون هنايا قيل الصيغة العامة هي عدد في متغير x، إذا فهي دالة خطية. هنا يمكننا لو أعطونا مثلا نحسب ج مثلا 3 إكس زائد 5، إذا هنا لدينا ج إكس كيساوي لنا 1 على جوج إكس، إذا ج 3 إكس زائد 5، هنا كما كتلاحظوا عوضنا إكس 3 إكس زائد 5، غنعوض إكس كي كذلك ب 3 إكس زائد 5، إذا عطينا 1 على جوج في 3 إكس زائد 5. إذا كعطينا ننشر 3 على 2 إكس زائد 5 على 2. السؤال اللي كنا نطرحه هنايا، هل جي 3 إكس زائد 5 إذا سميناها مثلا أش دو إكس، هل أش هي دالة خطية؟ طبعا كما كتلاحظوا الجواب لا. لماذا؟ لأن عندنا زائد 5 على 2، هذه الدالة غنشوفها السنة المقبلة إن شاء الله، وتسمى دالة تعارفية في السنة المقبلة إن شاء الله، غنعطيو هذا الاسم هذا فقط بين قوسين طلقت الاسم فقط. إذا دائما يكون عندنا تعبير يمكن أن نقلو على صورة هذا التعبير بهذه الطريقة هذه، إذا دائما كنعوضو إكس بهذا التعبير اللي عطاونا، كنعوضو كذلك إكس بهذا التعبير، ونقوم بعملية النشر أو عملية الحساب أو غير ذلك. أعزائي التلاميذ، شكرا على انتباهكم، وإلى فرصة لاحقة بحول الله. أعانكم الله وأتمنى لكم التوفيق.